مشينا للزردة عضونا بالوردة مرحبا بيك نجلة أمشي مش قد واحدة لحظة كمعان قاعد لتحلى دزوك أكيكا أي تحب تترشح للرئاسية فعلا سواقمان أنت مرشح جدي للرئاسية برافو بالله نقولك حاجة بدينا ندخل في التبع حتى بالحال وكتبي لوم عليك لأنه كلمة بروزيدان أي؟ هو اللي كان اخترعها هو اللي طلعها وأنت سرقتها واستعملتها نقولك الحكيكة ولا إيه؟ قول أي خديتها لقيت روحك بين الكرتوش وما بين شكون يصور فيك بالتليفون تحرش كما قال كارثة هذه يا ولدي مش رعبانة باش نموت نهارتها باش نموت منال عبد القوي انا قاعدة كيف يا خيري شري انت بربشتني اسمع منين نبدي لك يرشقوا عليا خاطر يحبوني خاطر هذيك هدية خاطر يحبوا يودوني وبدلة الرقص ما تواتيش العبيد الكل سي بليل انت تحب تتفرج في ماتش كورة مرتك تحب تتفرج في المسلسل الكوموند في تشكون وقتها كرجال الكل تفرجوا في المسلسل ولدك سي بليل جا قال لك راني عشقتها حبيتها نحب ناخذها وتمشي تخطبها لي نجلة تونسية تمشي تخطبها لي ولا ليه خلوا وليدي واحنا قدها نجلة والعرافات قصة حب لا تنتهي العراف هذا يخدم على طريقة بالقاسم الشهيرة نجلة تلقى روحها وجها لوجه مع شخصية معروفة برشا أعطينا أكثر تفاصيل على الطريقة البلقاسمية تتمدى ذي على الفرش تغمض عينيكم بعد هو من عشان هو يقرأ قرآن ولا يقرأ هكا يقرأ حسيله بعد وش يقولك فرجوا في فكرة سامي الفهري في سهرية كل سبت مع 9 غير 4